أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. ضيفنا اليوم برضو في سياق الحديث عن الديكورات، لكن مثل ما تحدثنا أنا وخلود ببداية الحلقة بدنا نحكي عن المداخل، مداخل البيوت، والبيوت إلها أسرارها وإلها سحرها، لكن بجوز يكون المدخل له سحر خاص. خلوني أرحب بالمهندس الدكتور طارق القرم. صباح الخير دكتور. صباح النور، يسعد صباحك المهندس الدكتور. جميل، هي الدكتور المهندس ولا المهندس الدكتور؟ المهندس الدكتور. المهندس الدكتور، يسعد صباحك أستاذ طارق. صباحك بالخير سيدي. المداخل بشكل عام، نعم، ماذا تعني للإنسان نفسيا قبل هندسيا؟ هلا فعليا المدخل لأي سبيس أو لأي مكان هو فعليا هو واجهته، هو أول انطباع وآخر انطباع راح يكون عند المتلقي أو عند المستخدم. أول انطباع لدى الدخول، وآخر عند الدخول انطباع عند المغادرة، عند الخروج. نعم. وهون بتكمن أهمية المدخل أو أهمية الاهتمام بتصميم المدخل من ناحية تصميمية خلينا نحكي، أو من ناحية هندسية. نعم. في كثير من في حالات التصميم بتصير مواقف او بتعرض لمواقف، بيجيني ناس بيحكوا لي بدنا نصمم لنا اوضه ضيوف مثلا او غرفه معينه في المنزل او المنزل كامل، ولكن لما نيجي نفتح سيره المدخل هيك المدخل عندي صغير مش مهم، هو فقط ممر ممر. نعم. بيعتبروه، وهذا اعتقاد بنظري جدا خاطئ. نعم. المدخل هو انت لما تروح البيت بعد يوم عمل طويل جدا، نعم، اول شيء راح تشوفه هو فعليا المدخل، مدخل المنزل. اذا كان المدخل بإطلالة جميلة، يعني انا بدي اشبه الان هيك تخيلت الشغل كالاتي، انه هذا المدخل مثل ما انه اهل البيت بيستقبلوك بفرح وسعاده وابتسامه، المدخل يجب ان يستقبلك، هو اللي عم بيستقبلك. صحيح 100%. نعم. نعم. حتى وانت طالع الصبح اخر ذكرى راح تشوفها من المنزل فعليا هو هذا المدخل، او في هاي الحاله صار هو المخرج تبعي. نعم. طبعا نقطه اخرى هو موضوع لما بحكم مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا والشعب الاردني المضياف. نعم. لما بيجينا كثير ضيوف هو اول واجهه استقبال تعبر عنك، عن شخصيتك. نعم. عن منزلك، عن الرقي والرتابة كلها. نعم. راح تكمن في هذا. نعم. المكان أو في هذا السبيس. في عندنا مجموعة صور بدنا نشوفهم لدى المداخل. أكيد. هاي مدخل. أها. هلا هون في كساء جدران مراية. نعم، أنا حاولت في أجيب صور متعددة. نعم. لشقق خاصة. في هاي الحالة إحنا نستخدم في كثير من الحلول التصميمية اللي هي استخدام المرايا في المداخل، خاصة إنه معظم شقق لأنه ضيق المدخل أو شقق الأردن. نعم، مداخلها صغيرة وضيقة، فمستخدم المرايا عشان تعكس السبيس. نعم. توسع المساحة، تعطيني شعور بالاتساع بالنسبة. نعم. للمدخل. نعم. جميل. صحيح. جدا. إذا في صورة ثانية مخرجنا. في نقطة أنا بدي أشير لها، إنه المدخل مش بالضرورة يكون يكلف كثير. نعم. ميزانية ضخمة. هي فكرة، هي فكرة، ممكن حركة صغيرة في المدخل بتصميم ناعم مشابه للي بنشوفه بالصورة يعطيني شعور مختلف، أو يعطيني خلينا نحكي تحفيز للي راح أشوفه في الداخل. نعم. اللي هو نحن نحكي تصميم المدخل لازم يكون جزء من تصميم المنزل كامل. نعم. نعم. وما يكون منفصل. طيب. عنه. هذه الصورة بنلاحظ هون برضو انه المداخل ممكن تكون مختلفه بالتصاميم، ممكن يكون في عندي انا حسب تصميم البيت، اذا كان كلاسيكي يكون. نعم. مدخل لازم يكون برضو كلاسيكي، اذا كان مودرن ممكن يكون مودرن، وزي ما شايفين بالصوره هذا مدخل مودرن ومنفذ بطريقه جميله وبسيط جدا. نعم. والمفروض يكون غير مكلف. طيب هلا انا مثلا انا عندي بالبيت المدخل مش كرادور، انا عندي المدخل مباشر الصالون اللوسيه. هلا في هاي الحاله صاروا يستخدموا اللي هي موضوع مثلا تكرار وحدات معينه تكون. نعم. طوليه ممكن تكون من الخشب او من. نعم. الجبسن بورد، اساس انه تعطيني شبه عزل بصري. اللي هو الجدار الصيني اللي بنحكي عنه. نعم. نعم. مشابه له، وبرضه بالمقابل تعطيني شعور انه انا في حيز محسوب. نعم. للمدخل. طيب في فرق بين المدخل الرئيسي للبيت وبين المداخل الفرعيه الداخليه للغرف؟ هسا المدخل الرئيسي للبيت هو اللي راح يعبر عنك. نعم. فعليا لانه كل اذا اجاك حدا راح يشوفوه وانت راح تستخدمه بشكل يومي. من داخل الغرف دائما مر عليها بشكل سريع. نعم. لانه بيكون عباره عن صورة. نعم. عن ممر مباشر. نعم. بدي احكي برضه عن طبيعه الاكسسوارات اللي بنحطها في المداخل زي ما. نعم. احنا شايفين بالصوره. اذا المدخل عندي صغير حجما او كممر لازم استخدم موضوع السكيل، الاكسسوارات تكون صغيره تتناسب مع حجم المدخل. نعم. الموجود. نعم. عشان هيك لما نشوف مثلا احنا مداخل معينه او نشوف تصميمات لفيلل بحكي بدي احط هذا التصميم بالشقه تبعتي، انا باجي بحكي له لا، انت الاكسسوارات والقطع الاثاث المستخدمه في هذا المدخل مستخدمه بسكيل كبير لا تناسب لا تناسب تناسب هناك. فانا يعني النصيحه اللي بنصحها لكل المستمعين والمشاهدين انه انت حسب السبيس تبع المدخل الموجود عندك. نعم. هو فعليا لازم تكون حجم الاكسسوارات اذا
احد اسباب اللي كيف انا اختار التصميم المدخل تاعي انه بيعتمد جدا على المساحه. نعم المساحة. بيعتمد جدا على نعم. على المساحه. في اشياء اخرى بتعتمد عليها طبعا اكيد. اهم شيء الاضاءه. اذا انا كنت مرتاح او خلينا نحكي الاساس لوظيفه المدخل اللي هي الحركه اللي هو توزيع الحركه. اذا الاضاءه ما كانت عندي مناسبه وقويه انا ممكن اتعثر باي شيء موجود، ممكن ما اعرف انا وين رايح وين اتجاهي. خلينا زي هيك. نعم زي التصميم اللي شايفينه حاليا. صح هو كرادور ولكنه مستغل بطريقه لانه ضيق، راح استخدمه في هاي الحاله جداريات او صور موجوده على الجدار تعطيني شعور تصميمي. رائع. هاي الصورة أنا كثير بحبها فعليا لأنه عم تعطيني الفوكل بوينت على قطعة أثاث نفسها لحالها عاملة لوحة فنية. لحالها عملت جذب بصري. نعم عملت جذب بصري هائل. ولو تشوف يعني المدخل هذا بسيط جدا ولكن اللون الأحمر مع الألوان الباردة أعطى شعور خلص قوي بالقوة. بتنصح الواحد يحط. أنا قبل فترة كنت بأحد المعارض فشفت طقم كنب أحمر كامل احمر. الاحمر لون بيعطي شعور بالاثاره، ممكن يكون يعطي شعور بالعصبيه، فبنصح ينحط في اماكن تكون كثير واسعه. نعم. ويكون ما فيها الوانها بارده لانه الاحمر لون حار. يعني بتنصح اذا كان المكان ما في واسع. نعم ما في مشكله والوانه هاديه وبارده. نعم. انه راح يعمل عندي الاحمر هذا بوب، راح يصير هو فوكال بوينت. انا اول ما ادخل راح نظري مباشره يلقط الجزء. والله شجعتني. انا متردد. هاي للشخصيات الجريئه خلينا نحكي اللي ممكن يستخدم هذه الألوان في التصميم. جميل جدا. طيب أهم الألوان الآن اللي إحنا بنختارها للمداخل. هسا حسب مساحة المدخل، نرجع للمساحة. إذا المدخل عندي ضيق وصغير بفضل استخدم ألوان باردة، ألوان فاتحة. نعم عشان تعطيني شعور بالاتساع. نعم. إذا كان المدخل كبير وأنا من الشخصيات الجريئة ممكن أستخدم ألوان غامقة. الألوان الغامقة راح تعطيني شعور أكثر بالفخامة، ممكن بالرقي. نعم. ولكن طبعا مع الاعتدال باستخدام هذه الألوان. يعني زي هاي الصورة المخرج حط لي إياها عمدا. نعم أكيد. هاي بقول لي عمدا لك. فلاحظ في هاي الحاله اللون الاحمر اعطى شعور انه اعطى لوحه فنيه لحاله. نعم. بين الكنباي وبين والله شجعتوني. الصوره الموجوده في الاعلى. نعم جميل جدا. طيب في نقطه انا حاب احكيها. تفضل. يا ريت. بالنسبه للمدخل انه انا حتى لو ما بدي احط اثاث في المدخل او عندي المدخل فاضي لما ادخل انا العين مباشره بتطلع اذا السبيس فاضي ما في فرنتشر بتروح تطلع على السقف وعلى الارضيه. فممكن اخلي شغلي بالمدخل بالسقف عن طريق اعمل ديكور او ديزاين معين في الجبسن بورد. نعم. وفي الارضيه ممكن انا احط اذا كنت ارضيتي رخام اعمل فيها ووتر جيت يصير فيها عليها رسمات او. نعم. اشكال. طبعا استخدام السجاد بيعطي شعور بالحميميه وبتعشق السجاد. نعم. وبالبيت المضياف وهي. نعم. من تراثنا يعني فعليا. صحيح. يعني هو برضه هويه من هوياتنا. نعم. السجاد العربي والفرنجي القريب او العجمي عفوا مش الفرنجي. بس احنا فيما يتعلق بالمداخل كنا نتحدث عن الالوان وعن المساحات المطلوبه وكيف نختار التصاميم. الان نصيحتك بشكل عام للمستمع وللمستمعه او المشاهدين اللي اوريدي المدخل موجود مش عم بيعمر. صحيح. فهلا ممكن اي واحد من اللي عم بيشاهدونا يقول يتطلع على مدخل بيته، ايش انا ممكن اعمل؟ ايش بتنصح اللي تساءل بنفسه بينه وبين نفسه الان هذا التساؤل؟ انا بنصح في البدايه انه كون جريء، لا تخاف في المدخل. بركز اول شيء على الاضاءه، الاضاءه مهمه جدا جدا جدا. انا لما اروح اكون مع جمع الناس او ادخل بيوت او اشوف شقق مش معمولها تصميم او تصميمها ضعيف، المدخل بتكون دائما اضاءته باهته. الإضاءة هي الشكل الأساسي أو الإشي الأساسي في المدخل. ثاني شغلة ممكن أستخدم قطع رخيصة الثمن وتعطيني انطباع باهر جدا وأنا. نعم. طبعا لكجري فخم في المدخل زي الكونسول أستخدم موري. وطبعا الإكسسوارات اللي هي يكون حجمها لازم. نعم. يكون متناسب مع حجم المدخل إجمالا. يعني بعد ما أنا وجهت التساؤل عن اللي عم بيشاهدنا حطيت حالي بنفس الموقف الآن. أنا قررت أروح على البيت وأخذ نوتس وأنا داخل. نعم. وأرجع أخذ نوتس وأنا طالع. 100%. شو اللي بتشوفه أنت وشو اللي بتحتاجه؟ إحنا ما ننسى إنه المدخل أصلاً أساسه وظيفية. نعم. مفاتيحنا معظمها بتضيع دائماً لما ندخل البيت. فعلاً. لازم أنا يكون في عندي ممكن كونسول أو علاقة مفاتيح أول ما أدخل. نعم. إنه أحطه وخلص هذا مكان ثابت. نعم. ما راح يتحرك من مكانه. يعني معروف إنه غير المفاتيح.
غير المفاتيح. نصيحة للشغلات التانية اللي بتضيع بالبيت، أنت فتحت حالك باب. الشغلات التانية اللي بتضيع بالبيت شو نعمل؟ زي مسألة معالجة مفاتيح البيت، السيارة، المفاتيح اللي بتضيع بالعادة. ما بدي أدخل من ناحية التكنولوجية، لأنه صار في حلول تكنولوجية حاليا، ولكن من ناحية التصميم أنت كفانكشن شو الإشي اللي عم بيضيع منك؟ بدك تلاقي حل أو تبحث على حل أو تستشير حدا بخصوص حل بخصه. مثلا السكارفز، أنا عندي طفلة صغيرة دائما السكارفز تبعتها بتكون، كنا خلصنا فصل الشتاء دائما مش موجودة، دائما ضايعة. فلقيت لها حل، لقيت الدبدوب تبعها، خلص صرت أعلمها إنه أنت بس لا تروحي أحضر الدبدوب تبعها في زاوية من الغرفة، صارت زي كأنه قطعة من الديكور. نعم، لبسيها في طريقة جميلة وأشجعها. لا والله أنا بلبس السكارفز تبعوني للبدلة لما أشتغل. 100% بلبسها للبدلة، يعني هي نفس الفكرة. نعم نفس الفكرة. هي الحلول لازم تكون عملية أكثر، لأنه التصميم أصلا هو وظيفيا لراحة المستخدم بالنهاية. نعم. طيب المهندس الدكتور طارق القرم، أنا بشكرك على وجودك معنا في هذه الصبيحة. الله يعطيك العافية، نصائح جدا مفيدة وجميلة ورائعة. وخليك، بدنا نحكي مع بعض بعد شوية. أعزائي المشاهدين.